إذا أفلست من زواجك بنت عمك ليالي، يعني اعتبر نفسك طول عمرك ما راح تتزوج. إيه والله طايح مع عينك أنا يبا، ترى أنا ألف بنية تتمناني. شو تتمنى فيك؟ شو تتمنون يا صالح؟ جمالك، أخلاقك العالية، شهادتك، ولا فلوسك المرصصة بالبنوك، شو تتمنون؟ يبا على الطازة، شو المطلوب مني؟ المطلوب انك تحسن اخلاقك مع اهل الفريج كله. اخلاقي؟ اخلاقي ايش فيها؟ لا تقاطعني، خلني اكمل كلامي. كمل. الشيء الثاني، ابيك تترك هالسم الهاري اللي قاعد دردعك اليوم. لا يبا اسمع لي، انت قاعد تطلب مني المستحيل. بكلمتك هذه تدري سوت فيني؟ رفعت ضغطي حسبي الله على ابليسك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوف يا ولدي، الله سبحانه وتعالى يقول واذا بليتم فاستتروا، وانت اذا ما تبي يعني تبطل خفف يا ولدي، ولاتي الفريج كلش مره واحده، لاتي الفريج اذا بتشرب. أنا ما وعدك بس بحاول. زين، شوف يا ولدي، وبيك تبين حق كل الفريج أن ليالي محيرة حقك، واللي وطبط عند بيتهم نحش ريوله. شو الفائدة من هالشي؟ أنا أقول لك شو الفائدة. لنفرض أن ليالي ما بقتك كزوج وحتى أمها وأبوها، نبي نبين حق الناس إن ليالي محيرة لك، فهمت؟ والناس لما تعرف إن ليالي محيرة حقك ما حد راح يتقدم لها، والناس يا ولدي ما يبون مشاكل. الحين فهمت. وش فهمت يا فطين؟ اللي فهمته ان الناس ما تبي مشاكل وتمشي ورا المبدأ اللي يقول الباب اللي يجيك من الريح سده واستريح. صح، هذا ولدي صالح. الله يقطع سوالفك يا